اسباب التعادل النهارده والهدف اللي احرزه محمد او يعني اشرف بن شرقي. معاه على الهاتف كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. كابتن ناصر مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مسا عليك كابتن فاروق، ومسا على كل الكباتن الكبار، الكابتن ربيع ياسين والكابتن سامي عرابي والكابتن سمير كمون. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. يعني كابتن حضرتك طبعا يعني اقول معلومه ان انت حضرتك بتحاضر ايضا للحكام في الكاف، فبالتالي يعني اكيد الاخطاء التحكيميه ان النهارده كانت واضحه، الجمهور بيتكلم احنا بنتكلم، لينا ضربه جزاء بشكل كبير موجوده. راي حضرتك في الجزء التحكيمي النهارده كابتن؟ هو طبعا معايير تقدير الحكم للاخطاء الصحيحه وهو اهم حاجه هي داخل منطقه الجزاء يا كابتن محمد. واحنا عارفين ان الخطا داخل منطقه الجزاء احيانا بيبقى مؤثر في نتيجه المباراه. لما نيجي نقول ان الحكم النهارده احتسب تقريبا 22 مخالفه، تقريبا 12 مخالفه للنادي الاهلي و11 او 10 مخالفات للنادي الوداد. هو طبعا لم يحتسب 3 اخطاء صحاح للنادي الاهلي، من اهم الاخطاء اللي هو لم يحتسبها وهي الدقيقه 59 عندما تم عرقله وليد ازارو بشكل واضح جدا جدا، والحكم قريب جدا جدا ولديه زاويه الرؤيه الواضحه لاحتساب المخالفه. مش هقول بس الحكم اللي كان عنده زاويه رؤيه افضل، ولكن عندنا كمان المساعد رقم واحد اللي كان ما فيش حد قافل عليه زاويه الرؤيه ايضا، وكانت المخالفه واضحه جدا قدام المساعد رقم واحد. والغريب طبعا على الرغم من قرب الحكم للحدث والمساعد للحدث الا ان هو لم يحتسب ركله جزاء صحيحه لوليد ازارو نتيجه الدخول في اهمال من مدافع الرجاء الوداد. وانا شايف ان دي طبعا ركله جزاء طبعا لم تحتسب، ودي اثرت في نتيجه المباراه، لان احنا قلنا الاخطاء والاهم وهي داخل منطقه الجزاء وهي معيار احتساب الحكم للاخطاء يا كابتن محمد، وهو يعني تحت الضغوط امتى يحتسب وامتى ما يحتسبش. انا شايف ركله جزاء لم تحتسب صحيحه للنادي الاهلي في الدقيقه 59. طيب يعني اللي باقي يمكن في بعض الكرات يا كابتن ناصر يعني ما بين يعني فاولات بالنسبه للنادي الاهلي سواء ليه او حتى عليه ممكن ما تبقاش صحيحه. أيوة. النهارده كانت واضحه وكانت كمان بتعطل سير المباراه من حيث السرعه، لان النادي الاهلي كان رتمه كان سريع جدا. انت لما بتيجي مثلا بيبقى ليه فاولات صحيحه ما كانتش بتتحسب، فاولات عليه غير صحيحه كانت تمام بتتحسب. تمام يا كابتن. عاوزين نقول حاجه مهمه جدا، هو يكب على الحكم. الحكم مش بس بيحكم يا كابتن فاروق يا كابتن ربيع، الحكم في حاجه اسمها اداره المباراه، وازاي بقى عنده الحس بالمباراه وازاي بقى عنده حساسيه المباراه من الناحيه الفنيه. يعني اولا بنقول الحكم دايما يبقى عنده قراءه للعب، عنده طرق لعب الفريقين بيدرسها كويس قوي، عارف المباراه ليها اهميه على المستوى وعلى سلم الترتيب، وبالتالي لابد ان هو يدير المباراه وبيحكي المباراه في نفس الوقت يا كابتن محمد. هنا عندنا عايزين نقول ان يعني كان من ضمن الحاجات اللي هي اللي حصلت في المباراه النهارده هي اضاعه الوقت بشكل كبير جدا من لاعبي الوداد. هناك اخطاء كثيره لم تحتسب داخل الملعب، يعني اهم حدث فيها اللي هي ركله جزاء. عايز اقول ان هي معايير احتساب الحكم للاخطاء ما كانتش واحده، وده الاهم في المباراه. بنقول لما يكون الحكم عنده معايير احتساب الاخطاء واحده لابد الاخطاء اللي يتم احتسابها خارج الصندوق بالظبط يحتسبها داخل الصندوق. هناك اخطاء لم تحتسب كثيره في لكلا الفريقين، في انذارات النهارده المفروض كانت الحكم يطلعها ما طلعهاش. يعني انا شايف ان هناك اخطاء في المباراه، واهم هذه الاخطاء ركله جزاء اللي هي اثرت تاثير مباشر في نتيجه المباراه يا كابتن محمد. احنا نتمنى طبعا في المباريات الحساسه ان الحكام طبعا يخلوا بالهم كويس قوي، لان الخطا في الاخر بيبقى صعب انك انت الفريق بيعوضه، وبالتالي يعني نتمنى في المباراه القادمه ان يكون التحكيم هو الافضل في العنصر. تقييمك للحكم الاثيوبي النهارده كابتن كام من 10؟ والله انا شوف احنا قلنا دايما يا كابتن محمد بنقول الخطا المؤثر في نتيجه المباراه الحكم، خاصه لما يكون في ركله جزاء لم تحتسب بنقول ده بيقل 2.5 على طول من 10، وبالتالي اللي احنا قلنا يعني ممكن ياخد 7.5 من 10 نتيجه عدم احتساب ركله جزاء، لان عدم احتساب ركله جزاء وبتكون الكره مؤثره. يعني ممكن الحكم ما يحسبش شكل جزاء يا فاروق وبعدين الفريق النادي الاهلي يكسب مثلا، فما بتبقاش مؤثره قوي. انما لما يحسب ما يحسبش شكل جزاء والنتيجه تبقى تعادل او النادي الاهلي بيخسر، هنا بتبقى مؤثره في نتيجه المباراه، وبالتالي هنا بينزل درجتين ونص من العشره
يعني هو المفروض يستحق النهارده 7.5 من 10. 7.5 من 10. بشكرك كابتن ناصر طبعا حكم الدوري السابق والمحاضر بالكاف. كابتن سمير كنت بسأل حضرتك على جزئيه طبعا مهم.